وأنا أحثكم أيها الإخوة على الدعاء دائما واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى بأن يدمر الله أعداء المسلمين أيا كان. احرصوا على هذا الدعاء في السجود وبعد التشهد وفي آخر الليل وبين الأذان والإقامة وفي كل حال، لأن المسلمين مستهدفون من كل إنسان، من كافر يعلن بكفر، ومن منافق يتظاهر بالإسلام وليس بمسلم، ومن فاسق مجرم يتظاهر بأنه عدل وأنه لا يعتدي على أحد. المهم أن أعداء الإسلام كثيرون، فالواجب علينا في مثل هذه الأزمات وهذه المضايقات أن نلجأ إلى الله عز وجل بالدعاء، والدعاء سلاح المؤمنين، ولا أنفع من الدعاء أبدا. والأسباب المادية الحسية قد اتخذت من غيرنا، ليس بأيدينا في منها شيء، لكن نحن علينا الدعاء أن الله سبحانه وتعالى ينصر الحق بنا وينصرنا بالحق ويثبت أقدام جندنا في المعركة ويعينهم على ذلك. ونسأل الله تعالى أن يعجل بالعقوبة لمن أراد بالمسلمين سوءا وشرا، وأعداء المسلمين الذين يريدون السوء والشر كثيرون. نسأل الله أن يجعل كيدهم في نحورهم وأن لا يهدي كيدهم، فإن الله لا يهدي كيد الخائن.